مواد الكليه ودرجات وشتات، ولا انك تتخرج من الكليه تطبق اللي انت درسته بس. بالعكس، مجال الهندسه المدنيه في مصر مليان افكار، بس انت تدور عليها وما تحطش حدود للعلم. ومش معنى ان انا بنت في مدني ان قدراتي اقل من زمايلي الولاد، انا اقدر اعمل اكتر بكتير من التصميم والتنفيذ، بدليل ان فرق العمل في الدول المتقدمه في البحث العلمي معظمها من البنات، وده يديني الحافز اني اطور في مجالي.